أوجو أثبتت صدقها لأزيد من 5,700,000 مستخدم. إن شاء الله سنتطرق لها بالتفصيل. المهم نبدأ عند الدخول عن طريق الرابط الذي ستجدونه أسفل الفيديو أو في المنشورات السابقة بإذن الله. نضغط على sign up. الآن هذه هي صفحة التسجيل. هنا اليوزر نيم، هنا ستكتب اليوزر نيم الخاص بك، مثلا اليوزر نيم الخاص بي هو معاذ 1003. هنا الباسورد، تكتب الباسورد كذا 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 كذا. ثانيا تعيد تكرار الباسورد نفسه. هنا ستكتب الايميل اي الخاص بك. هنا سوف تختار وسيلة الدفع، هل عن طريق بنك باي بال، بيزا او اوكي باي. ستختار باي بال لان الكثير يستعمل باي بال. نضع الايميل الخاص به. لو كنت تستعمل بيزا او اوكي باي ضع الايميل الخاص بهما. ريفيرال اوبشنال، هنا ستضعون معاد 1003. هكذا يجب ان يكون هكذا لانه الرابط الاحالة الخاص به. بيرسونال داتا، هذه المعلومات الشخصية عنك لازم تكون صحيحة. فيرست نيم، اسمك الاول معاد. لاست نيم، الاسم الشخصي او العائلي، هذا الاسم الشخصي اسم العائلي. هنا تضع العنوان الخاص بك. تمام. هنا الكود بوستال، رقم البريد او رمز البريدي. هنا المدينة الدار البيضاء، وهنا رقم الهاتف لازم يكون مع رمز البلد، مثلا فرنسا بلس 3، امريكا بلس 1، وهكذا. المهم المغرب زائد 212. هنا داتا اوفر، لازم اخي ان تكون من 18 فما فوق، ان يكون لديك في السن 18 سنه فما فوق. نضع هكذا، لازم يكون صحيح هكذا. هنا تختار ان كنت فتاه ام ذكر، فستختار. هنا سيكريت كويشن، سوف تضع هنا اي سؤال هكذا. وهنا سيكريت انسر، الاجابه عن هذا السؤال. تمام، ما مفهوم. هنا سنعيد كود الكابتشا YS727، وسوف نأتي إلى المرحلة الأخيرة وهي قبول الشروط، وبعدها نضغط على ريجستر. كل شيء واضح، كل شيء تمام. المهم أنا مسجل من قبل، لهذا سأدخل مباشرة إلى حسابي. أدخل هكذا ثم نعيد كتابة رمز كابتشا ثم نضغط لوجين. الآن تم الدخول بنجاح. هذا حساب أنشأته للتو كي أبدأ معكم الشركة من جديد. لقد سحبت من قبل $2 حتى أثبتت لي الشركة مصداقيتها، وهو الحد الأدنى للسحب. أي تصل هنا current balance إلى $2. عندما تصل هنا إلى $2 ستقوم بالسحب التلقائي. المهم طريقة العمل، الطريقة الوحيدة التي سوف تعملون عليها وهي مشاهدة الإعلانات. تذهبون هنا pay to click AdSense، AdS بمعنى AdSense. هنا you have clicked 60 إعلان في اليوم. ستظهر لك هنا الإعلانات، يجب أن تكون كاملة بهذا اللون هكذا ظاهرة وليست مخفية هكذا. هذه قمت بالضغط عليها سابقا، هذه لا، ويجب أن تضغط على الأقل على 3 إعلانات في اليوم حتى لا تعرض حسابك للحظر. أي يجب أن تستغل وقت وجيز يوميا لهذه الشركة لا يتجاوز 15 دقيقة أو 30 دقيقة يوميا، ثم تضغط عليها كلها. وغالبا كل هذه الإعلانات ستقدر ب $0.08، أي تقريبا 0.1، أي سنت واحد. وبالنسبة للمغاربة فتقدر بدرهم، وعندك الربح على القياس بالظهر. المهم هكذا. سنتطرق الآن إلى طريقة أو الاستراتيجية التي ستعملون عليها، وهي شراء Arranged Referral. هذا ستضغط على Purchase Referral، ستضغطون هنا، ستفتح لكم هذه. كلما وصلتم إلى $0.20 يمكنكم شراء Referral واحد، تضغطون على Buy. ثم عند وصولكم إلى 0.60 تشترون 3 ريفيرال.
ثم $1 $5 وهكذا. هذه تشترونها من أرباحكم التي تربحونها من مشاهدة الإعلانات. وهناك من يضيف من ماله الخاص، أي من ماله الذي لديه في جيبه. لو عندك حساب بيزا تضغط هنا ثم نكست، باي بال وكذا، أوكي باي أو فيا بالانس ترانسفير. الآن نحن سنختار باي بال هكذا. هنا سندخل العدد الذي نريده، أي كم ستريد أن تستثمر في الموقع. أقل شيء $2 وأقصى شيء تقدر تدخل أو تستثمر $1,500. المهم عند إدخالكم للقيمة التي تريدون تضغط الناس، ثم سوف يطلب منكم الدفع عن طريق الباي بال وهكذا، حتى يصل عدد الريفيرات إلى 100 ريفيرات وهكذا. هنا ستجدون الريفيرات الخاص بكم. وإذا كان لديكم متابعين أو مشاركين عن طريقكم مباشرين، سوف يظهر لكم في ديركت ريفيرات. تمام. والآن عند وصولكم إلى $39 سوف تشترون حزمة، أو سوف تقومون بتطوير برنامجكم. دقيقة نبحث عليها أين. أن الموقع صعب التعامل معه، لهذا يجب الحذر. نذهب هنا، ها هي $39 للسنة بريميوم بلس $39 فقط للشهر، و $399 للعام. أما باكاج فيب فهو $99، أي تقريبا $100 للشهر و $1,000 للسنة وهكذا. هنا تختار بريميوم كام وهكذا وتشتري، فقط لمن لديهم المال للاستثمار. وهنا مميزات كل عضوية على حدة، يمكنكم مشاهدتها عن طريق حسابكم مباشرة. وهكذا نكون قد انتهينا، وإن شاء الله بتتبعكم لهذه الطرق وشراء متابعين أكثر سيكون لديكم ربح وفير إن شاء الله.